عدم التقدم الروسي السريع في الميدان الأوكراني مرده وفق الجهات الروسية إلى عدم الرغبة في الكشف عن الأسلحة الاستراتيجية في المعركة، فيما تترقب موسكو في المقابل تفاصيل أسلحة الناتو المرسلة إلى القوات الأوكرانية. مصادر أمريكية تكشف أن روسيا حققت بعض التقدم في هذا السباق وأرسلت إلى طهران أسلحة ومعدات أمريكية استولت عليها من الجيش الأوكراني. تسعى روسيا وإيران إلى محاولة إجراء هندسة عكسية للأنظمة الخاصة وإنتاج أسلحة شبيهة أو مضادات لها. من هذه الأسلحة أنظمة جافلين المضادة للدبابات وأنظمة ستينجر المضادة للطائرات. فهل تنجح روسيا وحلفاؤها في استنساخ الأسلحة الأمريكية؟ وأي أهمية استراتيجية لذلك؟ هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي من موسكو عضو مجلس الدوما السابق سيرجي ماركوف. أهلا بك سيد ماركوف. يعني عدم التقدم الروسي السريع في الميدان الأوكراني مرده وفق الجهات الروسية إلى عدم الرغبة في الكشف عن الأسلحة الاستراتيجية في المعركة، متى يمكن الحديث أن روسيا بعد عام الآن يمكن أن تستخدم هذه الأسلحة الاستراتيجية؟ روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية، وإنما ستستخدم أسلحة أخرى. وبطبيعة الحال روسيا لم تستعد لحرب قد تخوضها بنفس طريقة الحرب العالمية الثانية، ولذلك روسيا ليس لها أعداد كافية من الجنود في كل المناطق، وكذلك الأسلحة، وهي ليست مخططة لشن حرب واسعة النطاق وشاملة. كذلك روسيا لديها أنظمة مضادة للصواريخ متطورة، وفي الوقت نفسه الآن الذي يؤجج الحرب هو الولايات المتحدة الأمريكية والغرب، وهم يستخدمون أوكرانيا كوكيل لهم، والناتو يتدخل عبر مد أوكرانيا بالأسلحة، وهم كأنهم يجربون أسلحتهم العصرية في أوكرانيا عبر تقديمها للجيش الأوكراني. وروسيا تتعامل مع إيران والصين على مستوى تشارك المعلومات حول هذه الأسلحة الغربية. لكن الغرب لا يرى أن هناك يعني سلاح استراتيجي وتأجيل استخدامه في مرحلة معينة، بل يعني الدافع أو السبب الرئيسي للتأجيل مرده شح في السلاح وتحدي في إنتاج السلاح من قبل روسيا، وبالتالي الترشيد في استخدامه وتأجيل استخدامه لمراحل قد تكون أصعب. روسيا قلدت بعض الأسلحة الغربية، بعض الأسلحة تصنع من روسيا وهناك أسلحة أخرى تصنع من أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، ونتيجة لهذه الحرب في أوكرانيا مهندس روسيا اكتسبوا خبرات أكثر، وذلك على مستوى محاكاة إنتاج تلك الأسلحة التي يصنعها الغرب، وهذا ساعد روسيا على تحسين إنتاجها العسكري وتنويع ذلك الإنتاج. بطبيعة الحال عجلة الإنتاج العسكري الروسية تتواصل، وروسيا مستعدة للجمع بين الأسلحة التي تصنعها منذ وقت طويل وكذلك الأسلحة الغربية. والآن لأن أمريكا تريد أن تجعل هذه الحرب شاملة، فإن
روسيا تسخر كل مواردها من أجل الإنتاج العسكري، مع العلم أن ما لدى روسيا من أسلحة سيكون 3 أضعاف ما كان لديها في السابق، وذلك بالرغم من الإمدادات المتواصلة للغرب لأوكرانيا. لكن فكرة الاستنساخ، يعني محاولة إجراء سيد ماركوف هندسة عكسية للأنظمة الخاصة لهذه الأسلحة التي استطاعت موسكو الحصول عليها يعني بسبب أو لآخر، وإنتاج أسلحة شبيهة أو مضادات لها، يعني هل هذا ممكن أصلا في ظل تسارع أحداث الحرب وتحدياتها؟ هذا سيؤثر على المعارك ومجراها، وسيكون هناك تقليد للأسلحة الأمريكية، لأن روسيا لديها صناعة عسكرية قوية، ولهذا فإنها ستستخدم تلك الأسلحة الأمريكية، ولن تكرر ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية في الإنتاج، وإنما ستستخدم ما تفعله أمريكا في ATS وتحسن الأسلحة وتجعلها أفضل من أمريكا. يعني مصادر أمريكية تتحدث عن أن يعني قامت موسكو بإرسال هذه الأسلحة إلى طهران، استولت عليها من الجيش الأمريكي. يعني في حال صحت مثل هذه المعلومات، لماذا طهران وما دلالة ذلك؟ هل المسألة تتعلق بالتكنولوجيا أم التفرغ للاستنساخ؟ كيف تقرأ الأمر؟ إيران تسلمت بعض الأسلحة التي استخدمتها روسيا في هذه الحرب. نعلم أن روسيا بدورها استلمت مسيرات من إيران، لأن روسيا لا تصنع ما يكفي من المسيرات، ونعرف أنه حاليا هناك تعاون بين الحكومتين الروسية والإيرانية على المستوى العسكري، وإيران طورت العديد من المسيرات، وبما أن إيران تساعد روسيا فإن روسيا كذلك تساعد إيران في تكنولوجيات عسكرية أخرى، ولهذا تقدم روسيا أنظمة مضادة للصواريخ لإيران، وذلك مقابل تلك المسيرات التي تعطيها إيران لروسيا، لأن هناك مزايا عسكرية أيضا لدى روسيا يمكن أن تفيد بها إيران. وكذلك روسيا تعطي الانطباع وتوجه رسالة لأمريكا بأنها لها الحرية في التعاون العسكري مع كل الدول بما في ذلك إيران، وهناك مهندسون يستخدمون أفضل الأفكار الأمريكية في صنع الأسلحة لاستخدامها في الأسلحة الروسية وكذلك تشاركها مع الإيرانيين، وروسيا تتبادل هذه التكنولوجيا العسكرية أيضا مع الصين، والصين لديها صناعة عسكرية قوية، لكن الأفكار الأمريكية أيضا يمكن أن تكون ذات جودة عالية ويمكن الاستفادة منها. بالحديث سيد ماركوف يعني عن تصنيع الأسلحة، يعني الاتحاد الأوروبي في تصريح قبل أسابيع تحدث أنه درس هذه الأسلحة الروسية ووجد أنه يتم استخدام شرائح إلكترونية أوروبية، وبالتالي فرض عقوبات على الكثير من الشركات لمنع التعاون مع شركات السلاح الروسية. إلى أي درجة يزداد الخناق ضيقا على مسألة تصنيع السلاح وأيضا استخداماته في هذه الحرب، وبالتالي عقبة إضافية للجهد العسكري في أوكرانيا؟ بالتأكيد العقوبات ليست جيدة، لكن إذا نظرنا إلى الاقتصاد الروسي بشكل عام نجد
أنه تراجع فقط ب3%، وكذلك هناك تراجع هذا العام متوقع، لكن لن يكون تراجعا كبيرا، ولهذا العقوبات تضر بالاقتصاد الروسي، وذلك بسبب استمرارها من أمريكا وأوروبا. والصناعة العسكرية معقدة لأنها تعتمد على التجارة الخارجية، ولكن هناك موارد اقتصادية أخرى تعتمد عليها الدولة الروسية، ولذلك نعتقد أن هذه العقوبات على الصناعة العسكرية الروسية لن تكون بالتأثير الكبير. سيرجي ماركوف، عضو مجلس الدوما السابق، كنت معنا من موسكو. شكرا جزيلا لك سيد ماركوف.